وبالنسبة لقراءة القرآن، من يقرأ القرآن بطريقة يعني عادية لا دون قواعد أو قواعد التجويد، هل يجوز أم لا؟ طيب، سؤالها الذي بعده: قراءة القرآن دون قواعد التجويد، ما المراد بقواعد التجويد؟ المراد ضبط القراءة كما تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقفها المسلمون وتلقوها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. هي القواعد التجويد هي الأمور الضابطة للتلاوة حتى تكون تلاوتنا تماما طبق ما أوحى به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. هذا عظم من عظمة القرآن، ولهذا القرآن لا بد فيه من التلقي. لكن على أي حال، اقرأي وتعلمي التجويد، لا تتوقفي، اقرأي وتعلمي التجويد، وليس الإبحار. يكفيك أن تتعرفي على أحكام النون الساكنة والتنوين، وعلى الإظهار والإخفاء والإقلاب، هذه الأمور على المدود، مد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل وإلى آخره، المد الكلم المثقل والمد الكلم المخفف، يعني أساسيات التجويد تستطيع في جلستين أو ثلاث عند من يعلمك تتعلمها إن شاء الله. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.